فقرة دردشة الآن ومهرجان الشاطئ للسينما الذي انطلقت فعاليات دورته الثالثة بالهرهورة، فرصة لتقريب الجمهور من الفن السابع على الشاطئ من خلال تقديم أفلام ودورات تكوينية للشباب في مجالات سينمائية مختلفة. وسيتنافس في المهرجان عدد من الفنانين لنيل لقب أفضل أداء في صنفي الرجال والنساء، إضافة إلى جائزة الإخراج. قبل الحديث عن هذا الموضوع، دعونا مشاهدينا نتابع الروبورتاج التالي لسعيد كانو وسيم حدان ونعود لإكمال الحوار. على أمتار من شاطئ سيد العبد بالهرهورة، نصبت الشاشة الكبيرة إذنا بانطلاق مهرجان السينما الشاطئ بالهرهورة في نسخته الثالثة، دورة تمزج بين العروض السينمائية والتكوينات في مجال الفن السابع، سبع أفلام يتم تقديمها للجمهور في الهواء الطلق. اللي تميزت به الدوره هذا هو ان كلهم الافلام ديال 2000 الاخر 2017 2018، يعني افلام يلاه كتخرج للقاعه وغتخرج للقاعات السينمائيه، يعني كنا السباقين في برمجتها في الدوره الثالثه هذه. وجديد ايضا بان المهرجان ديال السينما كان ديما في قاعه مغلقه كيكونوا مجموعه من الورشات، دابا عندنا في الهواء الطلق يعني على شاطئ سيد العابد بالهرهوره كتقام الورشات. المهرجان كرم في حفل افتتاحه ثلاثه اسماء فنيه تنتمي لاجيال مختلفه من محترفي الفن السابع، فضيله بن موسى، صلاح الدين بن موسى، وهشام العصري، اسماء مخضرمه تختزل اعدادا من السينمائيين قدموا الكثير للشاشه الكبيره. والتكريم في مهرجان اعتبره ناجح لانه يقام على شاطئ الهرهوره، وكنشكر اللجنه اللي اختارتني نكون كمكرم. التكوين يشكل حصه مهمه من برمجه المهرجان، بحيث حرص المنظمون على ان يشكل فقره قاره من كل دوره. عندنا الايمان ديالنا بانه ما يمكنش لا سينما ولا كاع الفنون ديال الفرجه انها تزدهر الا ما كانش الشباب ديال اليوم تقدر تعطيهم بعض الاليات ديال الاشتغال وتوريهم على الاقل يعني تحببهم في الميدان. هذا المهرجان يجمع ما بين الفرجه والتكوين، بين المتعه والاستفاده، معناه انه في ذاكرته وفي معتقده أن السينما يجب أن تبتعد قليلا عن البهرجة وأن تدخل إلى صلب اهتماماتها، ألا وهو تكوين الشباب. هنا موعد فني يجمع الفنانين المغاربة ويلاقيهم بجمهورهم على أرض الواقع. هنا يلتقي البحر بالسينما، مهرجان يقدم الفن على طبق من رمل في مشهد فيه الكثير مما في الفن السابع. أربعة ليال يتحول فيها شاطئ سيد العبد إلى فضاء عرض كبير يربط الجمهور بإبداعات السينمائيين المغاربة. سعيد كان، ميديا أن تيفي، شاطئ سيد العبد بالهرهورة. نعم، بعد هذا يعني فعاليات هذا المهرجان في الشاطئ، أولا ما رأيك بظاهرة السينما في الشاطئ خلال فترة الاصطياف كلثوم؟ جميعنا حسام اعتدنا على التوجه إلى قاعات السينما من أجل مشاهدة الأفلام، وجميعنا يتوجه إلى الشاطئ في فصل الصيف من أجل الاستمتاع ومن أجل الاصطياف. اليوم اجتمع الاثنان وانتقلت السينما إلى الشاطئ من أجل تقريب الأعمال السينمائية من المصطافين، وكذلك من أجل التعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي وجعل السينما في متناول الجميع. نعم، إضافة إلى ما قالته كلثوم، يعني سحر مهرجان الشاطئ للسينما هو يعني من بين مهرجانات صيفية التي تعد أيضا متنفسا للمصطافين للناس خلال فترة الصيف، وظاهرة فنية صحية أيضا. نعم حسام، هذه المهرجانات وتعد مبادرة طيبة لأنها الفن السابع ليس له فقط وظيفة الإمتاع، بل هناك وظيفة أسمى هي وظيفة التثقيف، واختيار مثل هذه الفضاءات في الهواء الطلق لإمتاع المصطافين من خلال عرض أفلام موسيقية وأخرى استعراضية يلبي وظيفة الإمتاع بالدرجة الأولى، كما أنه يعيد هذا الشغف بالسينما خاصة لدى الشباب لارتياد دور السينما التي أغلق معظمها. نعم، تقريب السينما من الناس حتى وإن كانوا في أماكن مختلفة، حتى وإن كانوا يعني في البحر، هذا أمر جيد جدا يعني عبد الصمد. بطبيعة الحال
حسام، دعني أقول أن هذا المهرجان يعكس تنوع العرض السينمائي في المغرب على مستوى المهرجانات. لدينا مهرجانات متخصصة، المهرجان الوطني للفيلم، مهرجان دولي وغيره. هنالك دائما محاولة لتقديم الجديد، كما أن هذا المهرجان خاصة مهرجان يعرض أفلامه على الشاطئ هو تذكير آخر بنوع من أنواع الفرجة أصبحنا نفتقدها مؤخرا، وهي الفرجة الموجودة في هواء الطلق، سينما الهواء الطلق، مسرح الهواء الطلق، الأشكال الثقافية التي توجد في بعض الساحات الثقافية في مدن مغربية مختلفة. هذا المهرجان يقدم السينما للمواطنين المغاربة الموجودين في مرحلة الصيف، ليجمعوا بين الحسنيين إن شئنا القول، الاستمتاع بالاستجمام على شاطئ البحر، وأيضا مشاهدة أفلام سينمائية ومعرفة جديد الإنتاجات المغربية التي تبقى يعني في كثير من الأحيان لا تصل إلى الجمهور المغربي بالشكل المطلوب بسبب عدة أسباب تتعلق بمشاكل السينما المغربية التي نعرفها جميعا. فهذه فرصة لكي تتواصل السينما مع المواطنين بشكل مباشر، ويتواصل المغاربة مع الأفلام المغربية، مع الممثلين المغاربة، مع المخرجين، مع مختلف المشتغلين في مجال السينما. يعني نقطة إيجابية للمسؤولين والقائمين على هذه التظاهرات الفنية، يعني هناك مهرجانات موسيقية غنائية، وهناك أيضا مهرجانات سينمائية في فصل الصيف، وهذا أمر إيجابي جدا خلال هذه الفترة. شكرا جزيلا زميل عبد الصمد صالح، شكرا سحر بن سليمان، كلثوم الحاسية، شكرا جزيلا.